عن أمنا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بهذا الدعاء. اسمعوا إلى هذا الدعاء جيدا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تضرع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، في جوف الليل، في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ينادي ربه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. يقول أهل العلم: الرسول خص هؤلاء الثلاثة الملائكة لأن الله أوكل إليهم وظيفة الحياة، فجبرائيل عليه الصلاة والسلام ينزل بالوحي الذي هو حياة القلوب وحياة الأرواح وحياة النفوس، وميكائيل الملك الموكل بالقطر بالمطر الذي هو حياة الأرض والزرع، وإسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الناس للبعث والنشور. يتوسل إلى الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة، والله رب الملائكة كلهم، لكن هؤلاء الملائكة لما أشرنا: فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، يعني ما خفي وما ظهر، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. العباد مختلفين ويختلفون ولا شك يختلفون، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني. لا إله إلا الله، الرسول يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يخاف على نفسه. ولذلك الله عز وجل يقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. نحن ضعفاء، إذا كان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فما نقول نحن، نحن في غاية من الضعف، قلوبنا تقبل الفتن والمنكرات والشهوات والمعاصي، وكم نستسلم وكم نستلم من جهة السمع، من جهة البصر، من جهة اللسان، من جهة اليد، من جهة الجوالات، من جهة القنوات، من جهة دعاة الفتن والضلال، من جهة أهل الشر والفساد، من جهة جلساء السوء، من جهة جهات كلها سهام. كم ستكون هذه القلوب إذا لم يثبتنا الله؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا أردت الثبات والبصيرة فليكن هذا دعاؤك.